إذا متابعينا الأوفياء، يحضر معنا واحد من المشجعين السوسيين والمعروف من مواقع التواصل الاجتماعي أبو عمران فركوس للحديث عن مباراة السود الأطلس وأيضا الكونغو الديمقراطي وكيفاش كيشوف ربما يعني هذه المباراة. سي فركوس مرحبا بك مرة أخرى على قناة شوف تي في، ربما مقابلة قوية تنتظر المنتخب الوطني، شنو الرأي ديالك يعني في الأداء ديال الأسود وما هي توقعاتكم للمباراة؟ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السؤال الاول سولتيني كيفاش كنشوف هذه المباراه، هذه المباراه كنشوفها غاديش تكون سهله. علاش؟ لان جميع المنتخبات الافريقيه ما بقاتش سهله، النيفو عندهم طالع. وبالنسبه للاداء، الاداء انا واحد من الناس اللي اكيد فرحوا للنتيجه اللي تسجلت في المباراه الاخيره، انتصرنا من اداء ما عجبنيش. علاش؟ لان طلعنا النيفو في قطر، درنا واحد الباركور زوين في كاس العالم، الرابعين عالميا، خصنا نسلو نهبطوا من المستوى ديالنا. جا كاس افريقيا مالوغوزمون ما درناش واحد الباركور زوين، ما درناش نتائج زوينين، ما وصلناش للطموح اللي كانت والرغبه اللي كانت، الطموح اللي كان والرغبه اللي كان عند الجمهور المغربي ناخذ الكاس. ما خديناش، ما فيها باس ننساو، خصنا نستمر الحياه في عالم كره القدم. اذا عافاك الركراكي، عافاكم الاسود، راه ما كاينش كنرضاو غير فقط بالنتيجه، كنرضاو بغير الفرحه ديال النتيجه وباداء متميز. يعني الرابع عالميا ربما يعني شفنا زامبيا اداء نوعا ما يعني فيه خلل، اداء كارثي، يعني باش نكونوا رابعين عالميا وبذاك الاداء يعني اكثر من علامه استفهام. كما قلت لك اخويا احمد، راه ما بقاش شي منتخب صغير في افريقيا، كل المنتخبات سقطت اليوم حسابهم. النيفو عندهم غادي وكيطلع، كنموذج البنين. اذا خاصنا نحطوه بين عينينا، نديروا نتيجه ايجابيه، نديروا اداء زوين، والهدف اللي بغيناه كامل هو انه نحضروا ان شاء الله في كاس العالم 2026. مابقاش بغينا الدومي فينال، بغينا الفينال هذه الخطره هذه. التوقع ديالك المباراه شحال يسالي هذا الماتش؟ انا ما غاديش نقول لك شحال باش غادي يسالي الماتش، واحد جوج ثلاثه مية ان شاء الله غادي تربح المنتخب الوطني المغربي. غادي ننتصروا، كنتمنى الانتصار والاداء. هذا ما كان ودي اخويا احمد. تحياتي لك سي فركوس، بطبيعه الحال واحد من المشجعين ديال الغزاله السوسيه وايضا المنتخب الوطني المغربي، وبطبيعه الحال معنا ايضا واحد من الفنانين القناويين بمدينه اكادير اللي هو المقدم علال الغني عن التعريف. سي علال، رايكم في هذه المباراه وتوقعاتكم يعني لهذه المباراه وايضا كيف تقيم اداء اسود الاطلس؟ السلام عليكم، معكم المقدم علال. الاول نشكروا الناس ديال الامن الوطني، سي المرابط وسي امزه زيواني ديال الجهه، وتبارك الله على هذا النظام هذا، وتبارك الله على الاجواء زوينه. المقابله ان شاء الله غتكون مربوحه ان شاء الله، ضروري المغاربه راه في القلب، وتبارك الله على الركراكي. واخا كان شي حاجه ذاك الماتش الاخر كنا حاضرين بزاف ديالنا وبالمس طوب ولا سميتو، عندنا جينا نتفرجوا حتى حنا كيما الناس المغاربه جايين. والحمد لله ضروري المنتخب الوطني غيكون ان شاء الله 1-0 ان شاء الله، ولا 2-0 بحال هكا خير بهم ان شاء الله. وحنا الاداء في المنتخب الوطني ضروري، المنتخب الوطني قربك شد قربك ضروري. علال راك عزيز مربوحه ان شاء الله، يعطيك الخير ودي فيك وصل، يعطيك الخير. قلت لك ان شاء الله راه مربوحه وان شاء الله ما يكون على الخير ان شاء الله. وحنا ديما المغرب توب، وغتكون ان شاء الله ديما. انا ما نكذب عليكم كجمهور في مدينه اكادير، هادشي اللي خاصنا هاد المدينه هادي، بغينا الماتشات، بغينا الجمهور يكون بكثافه. واخا يكون الماتش مدخلين هما ولا شي حاجه، خصنا نكونوا حاضرين ويكون النظام ما تكونش بساله ولا شي حاجه. مع كاينين العائلات هنا، كاينين الامهات، كاينين الاطفال الصغار، بغينا ما يكونش شي حاجه تصدع. شكرا لشوف تي في، شكرا اخويا الهلالي، وشكرا لشوف تي في على الحدث ديالهم. تبارك الله راكم توب توب توب، المتتبعين ديالكم الله الله، المغاربه في عار الله. شكرا لك. صح التوقع ديالك المباراه يعني؟ التوقع ديالي ان شاء الله غتكون مربوحه ان شاء الله، غتكون ديك 3-0 بحال هكا. تبارك الله دابا راه كاينه واحد التجربه ان شاء الله للمنتخب الوطني. نسمعوا الناس كيقولوا لك ما بغيناش الركراكي، ما بغيناش، لا راه هو الركراكي ديالنا ولا دار في الانتاج ولا دار هكذا وسميتو. حنا المغاربه كنمشيو بالنيه، ومدرب مغربي خصنا نرفعوا ليه القبعه ديالو. حنا دابا كفنانة في اكادير حنا بغينا الباتش ديالنا باش ندخلوا. تبارك الله دابا كتسنى تمشي لشي بلاصه، ولكن حنا ولاد الشعب هادشي اللي بغينا لهاد المدينه هادي. وشكرا شكرا عاوتاني الناس ديال اكادير، وتحيه للسواسه ومن طنجه الكبيره، الله ينصر صدنا. صح شفتي؟ شكرا 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 لك سي علال، بطبيعه الحال
كما كتشوفوا متابعينا الاوفياء، هذه هي الاجواء بطبيعه الحال هنا بمدينه اكادير. الجماهير السوسيه بطبيعه الحال متفائله لهذه المباراه كما كتشوفوا على المباشر، وبطبيعه الحال سنحاول اخذ تصريحات اخرى لجماهير اخرى من اجل اخذ يعني الارتصامات ديال الجماهير المغربيه بخصوص هذا اللقاء، وغادي نحاولوا نقربكم يعني من الجماهير المغربيه وايضا التوقعات ديالها لهذه المباراه الحارقه بين المنتخب المغربي ونظيره الكونغولي برسم التصفيه المؤهله الى مونديال 2026. هي مباراه لا تقبل القسم على اثنين، مباراه من اجل كسب النقاط الثلاث، وايضا من اجل بطبيعه الحال كما كتشوفوا على المباشر مختلف الفئات العمريه وايضا مختلف الجماهير المغربيه حاضره من اجل متابعه هذا اللقاء المهم. اذا هذه هي الاجواء هنا من امام بوابه ملعب ادرار بمدينه اكادير. كما كتشوفوا معنا حضور ايضا أمني كبير جدا بجنبات الملعب وأيضا بكل محيط الملعب من أجل تأمين دخول الجماهير وأيضا من أجل منح الإطمئنان والسكينة والاستقرار لهذه الجماهير التي تحج بكثافة من أجل متابعة المباراة أمام الكونغو الديمقراطية. ونتمنى حظ سعيد لكتيبة وليد الركراكي في هذا اللقاء، ولما لا كسب نقاط ثلاث، ولما لا باش نشوفوا المنتخب الوطني المغربي يتبوى سبورة بطبيعة الحال يعني الترتيب. وكما كتشوفوا هذه هي الاجواء ديال الجماهير المغربيه التي لا زالت تتوافد على الملعب، والكل متفائل والكل بطبيعه الحال الكونغو بطبيعه الحال يعني برازافيل اللي كنتابعوا من خلال يعني هذا بث المباشر التوافد ديال الجماهير المغربيه. الكل كما قلت متفائل يعني لهذا المباراه، مختلف الجماهير المغربيه حاضره بقوه من اجل تشجيع اسود الاطلس امام الكونغو برازافيل كما كتشوفوا معنا على المباشر. فغادي نحاولوا ناخذوا الارتسامات ديال الجماهير المغربيه التي لا زالت تتقاطر على كل بوابه الملعب من اجل حجز مقاعدها داخل الملعب. اذا هذه هي الاجواء متابعينا الاوفياء هنا على المباشر، وغادي ناخذوا بطبيعه الحال ارتسامات اخرى بخصوص يعني هذا اللقاء كما كتشوفوا معنا على المباشر. خصني نكون شويه انا بغيت انا جول
شاش ندير بها راه لا داك النهار انا واحد سولف معايا جو يطلق صور مع الله خير الله ايه قال الفيديو بوم كي دار بيدام ويلا انزا شو جيم جاب هاو سبورت كاين هاد العام.